السلام عليكم ورحمة الله. نكمل حل ملحق كتاب جيم للصف الأول الإعدادي، صفحة 34. المحادثة بين رندا وشريفة. رندا بتقول لها هاي شريفة. قال لنا شريفة اتس رندا، معاكي رندا. قالت لها هلو رندا، أهلا يا رندا. وبعد كده سألتها سؤال، بقت لها at home في البيت. قالت لها yes and uncle ياسر is here، وخالي ياسر موجود. with our cousins، مع ابن مع أولاد عمي مثلا أو أولاد خالي. مع أولاد خالي بقى عشان هو خال. يبقى هنا هل انت في البيت؟ يبقى ار يو ات هوم، هل انت في البيت؟ بقى كده سألتها سؤال، مام دوينج؟ قالت لها شي از نيكات ات ا ويب سايت، هي هتبقى بتنظر الى موقع الكتروني. ماذا هي تفعل؟ يبقى وات از مام دوينج، ماذا تفعل الام؟ يبقى شي از لوكينج ات ويب سايت. She wants to make a cake، هي تريد أن تعمل كيكة. فهيطلع يم mom makes the best cakes، الأم بتعمل أفضل كيكات. Is she using the tablet، هل هي بتستخدم التابلت؟ هيطلع طبعا طالما هنا بدأت ب هنا is، يبقى أنا هجاوب يا yes يا no. فشوف الجملة التانية، She is using the laptop، هي بتستخدم اللابتوب. يبقى كده هيطلع no، يبقى no she is using the laptop، هي بتستخدم اللابتوب. بعد كده Uncle Yasser is using using a using it. Uncle Yasser بيستخدم. What is he doing، ماذا هو يفعل؟ he نقاط ايميل، ايميل اللي هي رسالة بريد الكتروني. يبقى هو بيرسل ايميل، يبقى he is sending an email، هو بيرسل ايميل. كاسة الاختيارات، my school نقاط is a white shirt and blue pants. هنا رول قاعدة، uniform زي موحد، form شكل، pictures صور. يبقى هنا uniforms uniform اللي هي زي المدرسة، بزي المدرسة، عبارة عن قميص أبيض وبنطلون أزرق. السؤال الثاني، when you leave someone، لما بتسيب شخص يعني بتغادر شخص، you can nod goodbye to to them. تمام، هنا بوت يضع، تيك يأخذ، ويف يلوح، جيت يحصل. يبقى ويف goodbye اللي هو بيلوح بالسلام عليكم، مع السلامة. السؤال الثالث، in أسوان it's always nod in summer، في أسوان دايما الجو بيبقى عامل ايه في الصيف؟ هيت يسخن، كولد بارد، سنوي مثلج، صاني اللي هي مشمس. يبقى هي صاني مشمس الإجابة نمبر دي. السؤال اللي بعد كده اللي هو السؤال الرابع، I love نقاط، I like walking and watching trees and flowers. trees and flowers أشجار. أنا بحب إيه؟ أنا بحب أتمشى وأشوف الأشجار والأزهار. هل هي تكنولوجي؟ التكنولوجيا. أسترونومي الفلك. هيستوري التاريخ. ناتشر الطبيعة. يبقى الطبيعة. السؤال الخامس، my mother is not a drink for my grandma، أمي وبعد كده مشروب لجدتي. having تتناول، bringing تحضر، drinking تشرب. كلمة eating تأكل، يبقى bringing بتحضر، مشروب لجدتي. بعد كده الأسئلة اللي هي language، where not going now، هنا لو بتدل على المضارع المستمر، يبقى هنا طالما في سؤال كمان يبقى أنا هحط يا إما am يا is يا are، ثم الفاعل وبعدين going وبعدين نكمل سؤالنا. يبقى هنا هشوف هنا موجود يو، يبقى انا هستخدم ار، وار يو جوينج نام الاجابه نمبر بي. السؤال السابع، زي نقاط ايميلز، زي ار لوكينج ات ويب سايت، هما بيعملوا ايه في الايميلات؟ هما بيبصوا في المواقع، بحث في المواقع او بينظروا للمواقع. هنا الجمله زمن مضارع مستمر، نخلي الجمله اللي قبلها برضه مضارع مستمر. هنا هما مش بيرسلوا ايميلات، هما مش بيكتبوا ايميلات، هما بيبصوا في المواقع. يبقى هما لا يكتبوا ايميلات، يبقى الإجابة نمبر بي، هما بينظروا إلى المواقع. الإجابة نمبر بي إن شاء الله. بقى أسئلة التصحيح، you are sending an email، ترى هنا في علامة استفهام بس بقلب بقول are you. السؤال الثاني، he doesn't sending آخر ing، يبقى لازم يا am يا is يا are على حسب الفعل، وهحافظ على النفي برضو. هي بتاخد is وحافظ على النفي، يبقى he isn't. بعد كده السؤال الثالث، بسملة isn't take، isn't بعدها فعل اخر ing، يبقى take يبقى taking.